عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ انا النهاردة بقى جاي لكم في فيديو تاني، مش فيديو كريكيت ولا حاجة. انا جاي ارد بس على الناس اللي هي كاتبالي في التعليقات وزعلانة او متضايقة اللي انا قلت الزبال، وكنت بقول لكم عامل نظافة وضحكت وانتوا وزعلتوا واتضايقتوا قوي. لعلمكم انا بضحك في اي وقت، يعني انا على طول زعلانه فرحانه بضحك، وشي بيضحك على طول كده، يعني مش اللي انا بتريق ولا حاجه وحشه. وبعدين انتوا لو بتتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت هتفهموني انا بتكلم بناء عن ايه. انا بتكلم لان في مره كنت بروق الفراخ للطيور يعني، وقلت عامل قلت زبال هيجي ياخد الزباله، فراح انتوا بقى ايه يعني اتضايقتوا قوي اللي انا وكتبتوا لي تعليقات اللي انا قلت بتاع الزباله وكده. فما طلعت في الفيديو اللي انتوا شفتوه اللي هو بتاع امبارح قلت لكم عامل نظافه هو مش زبال وضحكت، ايه المشكله في كده؟ مش فاهمه يعني، وناس طلعت تغلط وناس طلعت تشتم. طب وليه يعني؟ مش فاهمه، عشان قلت عامل نظافه يعني ولا عاجبكم زبال ولا عاجبكم عامل نظافه؟ مش عارفه اعمل ايه يعني. والناس اللي بتقول لي كتكتك صغيره، انتوا لو بتابعين فيديوهاتي اللي فاتت هتعرفوا ليه كتاكيتي صغيره، علشان انا كنت عامله لكم فيديو قبل كده بالفراخ ليه اللي احنا مش هنحافظ عليها، ايه اللي هيجرى لها. سبتهم الخمس ايام اللي هم ما كنتش بحط لهم اكل كويس، ما كنتش بهتم بيهم، وقلت لكم انا عملت اهوت الفيديو دوت على بسببكم انتوا اللي سبت الفيديو اللي سبت الكتاكيت وما بقتش اكلها ولا احط لها 3 4 مرات اكل في اليوم، احط لها مرتين بس. علشان كده الفراخ اول، عشان انا كنت بقول لكم اهم حاجه اول 10 ايام في الكتكوت الاهتمام. اول 10 ايام هنهتم بالكتكوت هيكبر ويبقى معانا كويس وزي الفل، مش هنهتم بيه هيبقى زي ما انتم شايفينه اللي جوه كده ماشي. مش اللي انا بقى ايه مش مثلا كتكتك صغيره هي كتكتك صغيره كتكتك صغيره. انا عارفه ان هم صغيرين، وانا طلعت قلت لكم في الفيديوهات انا الكتاكيت بتاعتي دي عمرها ما كانت تبقى بالحجم ده في السن ده، وانتوا عارفين حاجه زي كده. انا عمري ما ربيت فراخ بيضه كنت في الحجم دوت، حتى بقى لو كتاكيت كانت درجات يعني، ولو درجه ثانيه او درجه ثالثه انا ما حافظتش عليهم، بخليهم ان هم يكبروا. فاحنا وصلنا لحد فين؟ انا معلش بقى عشان قفلت معاكم عشان خاطر الاطفال وكده. فاحنا بقى وصلنا لحد الكتاكيت الدرجه الثانيه والثالثه والاولى. انا لو حتى جبت درجات، انا زي ما انا قلت لكم المعمل انا بجيب منه الكتاكيت في درجات في كل حاجه، بس على حسب ما انت بتنقي وحسب سعر الكتكوت. انا ما جبت الكتكوت اللي هو درجه كويس ماشي، ما بحبش اجيب وما بحبش استخسر فيه يعني. في الكتكوت احب لو ب 8 جنيه في 8 وفي ب 12 اجيبها ب 12 ماشي. خلينا بقى في موضوعنا قله الاهتمام. انا طلعت وقلت لكم في الفيديو اللي فات انا مش عايزه بس حد كل حد يطلع يتكلم بناء على الفيديو شايفه. انتوا ما شفتوش الفيديوهات اللي فاتت فيها ايه؟ وما شفتوش ايه اللي حصل في الفيديوهات اللي فاتت وانا اتكلمت عن ايه؟ طب شوفوا الفيديوهات اللي فاتت بتتكلم على ايه، وبعدين اتكلموا معايا على الفيديو الجديد. انا بتكلم بناء على الفيديوهات اللي فاتت. والكتكوت صغير علشان انا كنت المهتم ما كنتش مهتميه بيهم اول 5 ايام، يعني في 5 ايام ما كنتش مهتميه بيهم، وعشان كده الكتكوت ما كبرتش معايا. انتوا بقى لو متابعين الفيديوهين اللي فاتوا او الثلاثه اللي فاتوا كنت هتعرفوا ان انا عملت لكم الفيديو دوت عشان اقول لكم قله الاهتمام للكتكوت ما بتخلوش يكبر. وانتوا شفتوا معايا الكتاكيت عامله ازاي اول مره بتحصل معايا، ليه؟ عشان اول مره ما اهتمش بيهم، علشان انتوا تبقوا تعرفوا عشان في ناس كتير قوي بتكتب لي تعليقات الكتكوت وحش معانا، الكتكوت ما بيكبرش، الكتكوت ما بتكبرش، الكتاكيت ما بتكبرش. يعني 50 مثلا تعليق في المره مثلا منزل ولا مرتين الكتاكيت ما بتكبرش. فانا حبيت افكر بقى واقول لكم مثلا ايه اللي ما بيخليش الكتاكيت ما بتكبرش، اللي هي ايه اللي انا اقعد مثلا ما اهتمش بيهم. لان مش كل المعامل وكل الناس دي كلها بتجيب درجه تانية او درجه ثالثه او درجه اولى، يعني ان اكيد في حاجه تانية غير الدرجات، اللي هي ايه بقى؟ قله الاهتمام. انا قعدت 5 ايام ما اهتمش بيهم فالكتاكيت ما كبرتش معايا، زي بيبي صغير اول 3 شهور ما تهتميش بيه مش هيكبر معاكي كويس، ولا هياكل حلو ولا هيبقى مهتم بالاكل، لان انت ما عودتوش على كده من صغره. لكن انت لو من صغره عودتيه اللي هو ياكل ويشرب وترضعيه على طول مثلا ويبقى حلو، الطفل يبقى معانا حلو زي الكتكوت بالظبط. اول 10 ايام ليه تاكليه كويس ويبقى حلو وتشربيه كويس وتديله حاجته والمحلول بتاعه هيكبر يبقى معانا زي الفل. فانا الفيديو دوت عاملاه ليكوا انتوا، وقله الاهتمام اللي انا عملته ده ليكوا انتوا عشان انتوا تعرفوا ليه الكتاكيت ما بتكبرش، عشان اقول للناس يهتموا بالكتاكيت شويه.
ماشي. ده بالنسبه للكتكوت صغير. بالنسبه بقى الاستاذ محمد سميع، انا بقى ما يعني ايه، انا ما بحبش اقلد حد، انا ما بحبش اخش اتفرج على حد واحب اقلده، احب ان انا اجرب الحاجه واعملها، اذا كانت حلوه هقول له دي حلوه واعملوها وكويسه، لكن حاجه مش حلوه انا ما اعرفش، انا ما ينفعش اطلع اقول لكم حطوا حلبه، حطوا جنزبيل، حطوا مش عارفه ايه، حطوا نعناع، حطوا، انا ما ينفعش اطلع اقول لكم كده، ولا الحاجه دي اصلا ما جربتهاش. طب انا ما جربتهاش اطلع اقول لكم ان انا عن ايه؟ انا كنت طول عمري وانا بربي الكتاكيت مربيها اللي انا ما احطلهاش اي علاج ولا اي حاجه، هو العلف لو تعب وعيه حط لهم علاج ماشي. انا بجرب الحاجات دي كلها والبصل والخميره والحاجات دي كلها بسببكم انتوا، عشان انتوا تتفرجوا وتعرفوا مثلا، انا اقول لكم مثلا ايه، انا جربت الحاجه دي والفيديو اللي بعديه او الحاجه دي كويسه جربوها ما تقلقوش. زي العسل جربته قلت لكم اوعوا تجربوا العسل، وان اي حد قال لي جربي عسل هقول له لا، اي حد يقول انا هجرب العسل اقول له ما تجربوش، لان العسل حاجه وحشه جدا جدا وبتجيب لي الكتكوت اسهال وبتخليه على طول عطشان، على طول عطشان مالي معدته بالميه، ما فيش اكل ولا في اي حاجه. فاحنا مش هنتكلم بقى ونقول ايه على حاجه احنا ما شفناهاش، شوفوا الفيديوهات اللي فاتت بتتكلم على ايه وبعدين كلمونا على الفيديو ده، واحنا مش عايزين اي حد بقى يتكلم ويقول اي حاجه والنبي يا جماعه ما يعرفوش. وانا زي ما انا قلت الحاجه اللي انا بعرفها بقولها، ما ينفعش ان انا اروح اتفرج على حد واسمع هو بيقول ايه وبيحط ايه الكتاكيت واجي اقول لكم نفس الكلام، ازاي يعني؟ ما ينفعش. حاجه انا جربتها اقول لكم عليها جربوا، يعني انا مثلا ممكن اقول لكم، طب ما انا عادي ممكن اقول لكم الكتكوت دوت عمره مثلا 9 ايام، انتوا عارفين حاجه؟ عارفين عمره امتى؟ عارفين انا جايباه امتى؟ انا بنزل الفيديوهات متاخره، يا اما بنزلها متاخره يا اما بنزلها على طول حسب الوقت بتاعي. انتوا مش عارفكم ان انا جايبه الكتكوت ده يوم كذا يوم كذا، انا اللي انا اللي بطلع اقول لكم انا جايبه من كذا والنهارده كذا، انا اللي بطلع اقول. لكن انا ممكن اقول لكم مثلا ده عمره 5 ايام، عمره 8 ايام، مش انتوا هتصدقوا؟ هتصدقوني اللي هو عمره 8 ايام، يعني هو كتكوت صغير هتصدقوني. لما طلعت قلت لكم مثلا في فيديوهات فاتت طلعت قلت لكم حجم الكتكوت معايا ما شاء الله كان قد كده اهوت عمره 15 يوم، طلعت قلت لكم مثلا ده مثلا حجمه كذا والنهارده كذا ويوم كذا، مفيش حد صدقني وقال لي لا ده الكتكوت ده كبير، ده انت بتحكي علينا، ده انت مش عارفه ايه، ده انت بتكذبي علينا. طب انا يعني اقول لكم ايه والنبي؟ اعمل لكم ايه؟ طب انا لو بضحك عليكم وبكذب عليكم كنت طلعت قلت لكم ايه؟ ده عمر الكتكوت دوت 5 ايام، ده عمر الكتكوت دوت 9 ايام، عادي هتصدقوني. لكن عمر الكتكوت دوت 12 يوم 15 يوم ده صغير، ازاي تجيبي صغير؟ طب ما انا طلعت قلت لكم هو صغير ليه؟ وبالنسبه للاستاذ محمد سميع انا ما ينفعش اخش اشوف حد واشوف فيديوهات حد واطلع اقلدها، انا الحاجه اللي انا بجربها واقول لكم عليها. والخميره في ناس كتبت لي ايه يا نهار ابيض الخميره كتير قوي. فانا زي ما قلت لكم يا حبايبي بالنسبه للاستاذ محمد سميع، انا زي ما قلت لكم ما ينفعش انا اخش اشوف فيديوهات حد واروح اقلدها، انا الحاجه اللي انا بعرفها بقول لكم عليها ماشي. دي بالنسبه للاستاذ محمد سماع واي حد غيره، انا مخش اشوف فيديوهات حد واروح اقلد، الحاجه اللي بجربها بقول لكم عليها حلوه جربوها هتبقى معاكم كويسه، اللي انا بجربها وبشوفها ماشي. دي بالنسبه بقى للفيديوهات للاستاذ يعني محمد سماع. في حد بقى بعت لي امبارح في الفيديو برده اللي انا عملته نزلته امبارح، اللي هو انت اللي بتنصحينا ولا احنا اللي بننصحك؟ تنصحيني في ايه؟ انا مش فاهمه والله، مش فاهمه الكلام، يعني ايه بتنصحيني مثلا؟ يعني انا بعمل الحاجه وبقول لكم عليها اذا كانت كويسه ولا لا، اذا كانت حلوه ولا لا. يعني ايه مثلا؟ يعني انا جربت مثلا الحاجه دي قلت لكم عليها حلوه جربوه، دي حلوه ممتازه جربوا. العسل جربته قلت لكم لا مش حلو ما تجربوش ماشي. الخميره عملتها لكم اهو والفيديو هينزل برده ان شاء الله بتاع الخميرة عملت ايه. الناس اللي بتقولي ده الخميرة كتير، خميرة كتير، خميرة كتير، مش كتير ولا حاجة، دي مش خميرة بلدي، دي خميرة فورية ماشي، على لتر ونص مية والكيس فيه معلقة، المفروض ان انا اعمل ايه؟ مش اي حد عارف، مش حد يعني عارف حاجة ويخش مثلا يتكلم ويقول هو ما شافش حاجة ولا شاف بيت الفيديوهات، ما يخشش يتكلم وهو ما شافش بيت الفيديوهات، يخش يشوف بيت الفيديوهات وبعدين نتكلم مع بعض ماشي. والناس اللي بتشتم بقى خليها تشتم براحتها، انا مش هرد عليهم اصلا بعد كده. وبالنسبه للزباله والناس اللي زعلت مني ان انا بخش اقول الزباله، انا مش هقول زباله، عامل نظف وما بضحكش اهو.
ما تضحكش، عامل نظيف ماشي. يعني نوكا ما بحبش استهتر باي حد ولا بحب اتريق على اي حد، انا ربنا اللي يعلم انا بعمل مع يعني بعمل ايه ماشي، مش محتاجه ان انا اطلع اقول لكم انا بعمل ايه مع الناس يعني. وبالنسبه للناس ما بحبش اتريق على حد، وده اكل عيش الناس، وكان ممكن انا ابقى بتاعت الزباله ماشي، ممكن انا بتاعت النظافه عملت النظافه، كان ممكن انا مثلا بواب بمسح سليم عادي ما فيهاش مشكله. فيها ايه؟ مش شغلانه شريفه عاديه ما فيهاش اي حاجه. انا ما بحبش اتريق على حد، والناس ديت يعني مش عارفه اقول لكم ايه والله. فبقى يا جماعه ما فيش حد يخش يتكلم عن نيه حد، كل واحد ونيته. انا بتكلم عن نيتي وانتوا بتتكلموا بالنسبه لنيتكم. انا ما ينفعش ان انا مثلا اخش ايه، انتوا شتمتني ما ينفعش اخش اشتمك، لان بيبقى ايه حسب التربيه، حسب التربيه. انا ينفع ارد عليك او ما ينفعش ارد عليك ماشي. انا حد شتمني مش هرد عليك، انا بكتب اي حد بيشتمني بكتب له كده الله يسامحك خدت حسنات بس. ما بحبش بقى ان انا اطلع ايه حد شتمني، دي انت مثلا ايه، ده انت زباله، ده انت شايفه يطلع اقول له ده انت اللي زباله وانت اللي معفن وانت اللي حيوان وانت اللي كلب. كان ممكن اطلع اشتم، ممكن اطلع اكتب كلام قد كده، بس انا ما بحبش اشتم حد عشان حسب زي ما قلت لكم حسب التربيه، وانا متربيه ما ينفعش ان انا ارد على حد الشتيمه. ف يلا حبيب قلبي بقى، ويا رب تكون القناه بتاعتي عجباكم، وان شاء الله تنال اعجابكم، وان شاء الله يبقى فيها الجديد باذن الله. وزي ما انا قلت لكم مش حد يزعل مني، انا مش قصدي اي حاجه، وان شاء الله باذن الله هجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه، هجرب كل اللي انتوا عايزينه، واستنوني بقى في الفيديوهات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله.